قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. هذا خير وأرض بويا ما ياخدها غير على وحدة ما تقتل مقدر لنور يبني بو المظلوم لازم يتنصر زمان يعزم ويكشف السر لما خبي بان للي ما شافه طاموش هاد الكلام. انا حنا برانيين، احنا حباب وجيران شحال هادي، ماشي غير عاد اليوم. والله يجعلها محبه دايما الحاجه. يا ربي امين امين. بركه عليا بركه، ما عندي فين نزيد شي حاجه. الله يهديك الحاجه، انت شربي اتاي مع راسك. الله يرحم عليها راجلي المكي، قال لك اتاي ورطه الوالدين ما يشبع منهم حد، وانت راك مرضيه ومهديه ومرضيه ميمتك، شهود الدنيا وشهود الاخره. ولاوة راكي عارفة علاش جينا عندك. والله يهديك الحاجة، واش حنا غادي نبقاو دايرين راسنا في الغالي وزهرة؟ راه غادي يبقاو يتناقروا مع بعضياتهم وفي الاخر يتوالموا بزز منهم. واختي طامو، امي زعما بغات تقول لك كي شتي سي الغالي. رانا كنفهمها وهي طايرة في السماء. الحاجة زهرة راها بحال بنتي وربي عالي وعالم، وانا عارفة نفسها حارة وما غاديش تبغي ترجع غير الى جا الغالي جبر بخاطرها، وانا يبقى التقليد عليا غادي نرغم عليه يجي حتى الدار ويتصالح معها قدامكم. قلت شي حاجه العيب؟ خطيت صواب؟ لا واختي طامو خطيتي صواب، ولكن امي بغات تقول لك زعما ابنيتي ابنيتي الله يرضي عليك. راني عارفه اش بنات بغات تقول، وحده منا حنا العيالات ملي كتخرج من دارها وتمشي غضبانه لدار والديها ما ترجعش، واخا يكون منها لافوت غير الى ما جا الراجل طالب وراغب وبالحاجه ديال التفخيم وديال الكبرانيه. ايوا رحنا عيالات وعارفات بعضياتنا، شحال غضبنا ملي كان يواتينا نغضبوا، اما دابا قد غضبنا قد ما غضبناش بحال بحال. وطامو سمعيني مزيان وحلي ودنيك، ملي قلتيها حنا عيالات وفاهمين بعضياتنا غادي نجيك من الاخير. تكلمي الحاجه. ها طامو راكي عارفاني حقانيه. ايوا ماشي غير انا اللي عارفك حقانيه، الدوار كله. اختي طامو اللي غنطولو نقصرو. شوفي انت
انتي راه زعما بعقلك وملعب دكا يتفرق العقول. اختي زهره بالعربيه ما غدير ولادها. يا وشكون قال لك بنيتي ما ديرش ولادها؟ ديرهم، هي تولد وانا ربي من الفرحات عليا. واطامو راه ما غيدوم غير الصح والمعقول، خلينا من ندخل ونخرج في الهضره. ندخل ونخرج في الهضره، شنو معنيتها الحاجه؟ معنيته وهو الغالي الله يسهل عليه ويجيب ليه شي بنت الناس، حسان بن بنتي زهره. واختي طامو ما ديري حتى حاجه في بالك، وهذا الشيء راه ديال الله سبحانه وتعالى، العبد ما عنده حتى شي دخله فيه. طامو ولي طامو تبقى لولدي، فاتو الحال شوية يلا ده الناس كان غادي يدعمني ولدي، كل ما ربي اللي جا من جهته. صافي ولاش كتبكي دابا؟ لاش أنا اللي نبكي وأنا اللي نشكي وأنا اللي نعد كاع على قلة سعدي اللي غطرتني هادي، ما كون داري عمرها بنات وولاد نتباهى بيهم ونقول انا عندي ولادي وعندي تريكسي ولدي بوحدو، لا خوت لا خواتات فرنادي. سعدو حار بحالو بحال ميتو، وزايد بقلة الصحة زايد بالمرض. صافي يا طامو، شوفي يا طامو، هادشي ديال الولاد راه قسمة ونصيب، كاين اللي الله سبحانه وتعالى عطاه البنات وما عطاهش الاولاد، وكاين اللي عطاه الاولاد وما عطاهش البنات، وكاين اللي ما عطاه والو. وانت يا طامو انتي راه احسن حاجه عندي في الدنيا، احسن ليا من الاولاد ومن الدنيا ومن البنات. راه كل ماشي الطبيب اللي كلف بزز منك ودار لك التحاليل ودار لك هادشي ديال الولاده، كون راه تبارك الله دابا عندنا الدراري والحمد لله ونشكروا بهاد الوليد اللي يكون فيه الخير ان شاء الله. عافاك عافاك صافي، بسم الله صافي سبحانه وتعالى ما عند العبد ما يقول فيه وما عنده حتى مدخله فيه، وحنا معشرتنا غتبقى دائما كيف البارح كيف اليوم بحال السمن مع العسل. وكي قالت امي غا هاد الوجه باش لقيتينا اليوم غتجبرينا به غدا، والهلا يبدلنا والله يجيبنا في الصواب. صافي دوا طعم مالكي ساكته؟ نحلي الشيطان، وهادشي راه ديال الله سبحانه وتعالى، دخلنا على الكغاب الله الى ما نحلي الشيطان وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صافا طعم مباركه. صافي يا لاله، قست في المقاطعه وش جنا الدري في الحاله المدنيه وقالوا لي رجع باش ناخذ الكناش. مزيان ومبروك عليك. مبروك علينا بجوج السنك، سبحان الله العظيم كيشبه ليك، ما خلى منك حتى شي حاجه. وي شبه لي راه ولدي، هذا راه سلاله ديال المكي هذا. قولي شنو غتسمي؟ سميه كاينه محسن من سميه الوالد الله يرحمه الغالي. الله زوينه سميه الغالي غزاله ياك، عجباتك ولا بغيتي غديري بليني؟ لا عجبتني بزاف ياك، كاع اللي تخرج من فمك اسم ما احسن السن مكي ياك. تهلاي هاد الدوسي هذا راه ديال الفاكتوره، وهذا ديال البنات.
هالدواسه تحافظ عليهم مزيان باش نهار تحتاجهم تلقاهم. هايدي الواليد صافي غير كون هاني با عامين مكي جاي في شكال. انا غنمشي نجيب لكم شي براد ديال سير سير سير. مرحبا اش هاد مزيان. مرحبا الحمد لله. مال مالك وجهك صفرك مالك لاباس؟ عتقني الحاج عتقني الله يجازيك. مالك لاباس؟ ولدك ولدي فيه السخانه كاين لا يعيش كاين لا يموت والمراه راه في الكلينيك تاهي دارت العمليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شنو مطلوب مني؟ حاج نعم الفيرمي والارض والكسيبه انا كلهم كنبيعهم لك خذهم من عندي عطيني غير الفلوس. اش تحمقيت ولا مالك؟ كاين شي حد كيبيع عرضه غير مكي الله يهديك. عرضك تباع مالك اللي خاصك نعطيوه لك. واه راجويا ثم هاد المصاريف اللي خاصك ما تضرب ليها حسبه انا نعطيها لك. سير قابل ولدك ومرتك وداك الشيء اللي خاصك غنصيفطو لك مع التمر. اي والله سير دابا شغل هذا اللي بغيت نقول لك. واه انا ما بغيتكش تعطيني انا بغيت نبيع ليك. بغيت نبيع ليك دي الله يديك الصدق نعطيك العطي الله. واش تبيع لي قلت لك شي حد كيبيع العرض ديالو العرض والعرض ما كيتباعو حتى مكي ناك الله. يمكن راه فلوس كثيره هذه الحاج. ربي الله يديك ما تضرب حسبه عمي مكي بقات تشرب معنا حتى الله يا وليدي منين باغي يدوس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يصبح على خير. امين. ولا يدير المرض وزيد عليه حتى الملحه. الله هذاك هو. الله يعطيك الصحه في صحتك. نقبلك. عاودي ليا شنو درتي مع هذاك خينا؟ اش غنقول لك اختي زينب؟ صافي دويت معاه ايوا قلت ليها انا مراه وحدانيه وكنخدم على وليدي ما خصني مشاكل. يعطيني الثقه يخليني غير في خدمتي. هي هو باش جاوبك؟ مرضاش ما عجبوش الحال قال لك ما عرفني علاش كنهضر. واش نقول لك؟ قل له الله يمسخك ويعطينا وجهك باز مكرني. قال لي ما فهمتك كاع اش كتقولي يا اختي. الرجال ديال اليوم فاش كيحط عينو على شي وحده صدقت ليه هو معاها ما صدقت ليه يشوف وحده اخرى. هذا زعما هو المسؤول عليكم ومعه واكل طرف الخبز داير فيكم هاد الحاله رجع في الله وصافي. تبارك الله على اللطم والريحه ديال هاد الطعام هذا كنشمها من ريحه الخيمه لهي. بسم الله. انتوما مالكم فرقين كي ولاد الحجل؟ واش انا نبقى نتسنى فيك انت بوحدك وولدك بوحده والطعام غادي يبرد؟ ها هو جاي. ها هو جاي ولدي. ها هو جاي. ارتاحي ليا مع راسك. يا بسم الله. يا بسم الله. تبارك الله عليك اللطم. سيد العمل هذا المرزوق الله يرحمه مسكين الأرض عطات غلدها تبارك الله. الله يحفظ الله ينجينا شي رعدة ولا شي جايحة. طامو هاد العام هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم وقولي قالها قولي قالها المكي غادي يكون خير وخمير إن شاء الله. إيه بالقليل 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 غادي نحصدو حسن من العام اللي فات. ها هو الله يخرجها من سلكة مع هذاك التامي هذاك. انا حقهم انا نعطي لهم ديال الورث هذاك. وهذاك التامي وكرشو كبيره حتى انا كنهضر معاك انت من عقلك فين غايب؟ حماقت نهضر بوحدي ولا مالك؟ كولي الا باغي تاكلي. ما باغاش ناكل. كل انت فراسك بلي الحاج كانت عندنا هي وبنت عيشه.
راه انتم اللي كانوا غادي للخيمة. سلمتي عليهم؟ هو إذا لا سلمتي عليهم راه بعاد عليا كي نسلم عليهم. ياك لاباس؟ ما كاين ما لاباس. اش واقع؟ الحاجة وبنتها عيشة جايين باغيين الفراق. فراق من؟ راه فراق ولدك الغالي وزهرة. وكان؟ كيفاش وكان؟ شتك عاجبك الحال؟ لا هما اللي تفرقوا، هما اللي تطلقوا. الدنيا كلها شي كيطلق وشي كيتزوج وصافي ومريضنا ما عنده باس. وباز اخويا داز ليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس جلس اوليدي تاكل لك القويمع تقرى روح قبل ما يبرد كسكسو. اغسل اوليدي يدياتك عاد كول. ابويا راه يد الفلاح القياو. ياك. امي. جات زهرة. ياش عندنا في زهرة ولا غيرها كول اعتق الروح. بانت لي الحاجة مينا هي وعيشة. كانوا هنا؟ كانوا هنا. لاش سير كتسول؟ باين ملي كاع ما جات معاهم زهرة ياك امي ياك. ولاش غايجيبوها الزهرة وهما جايين باغيين الطلاق؟ طلاق؟ هذاك هو النهار اللي عمرها ما تحلم به ولا يكون ليها. مزيان تبارك الله. حتى جلس الارض، حتى ما كتغوت مالك؟ نغوت ابا، علاش ما نغوتش؟ وسمعتي اش كتقول؟ طلاق. انا عارف، عارف هاد الشي كامل خارج من هذاك التهامي، هذاك الديب. والله تا غنوريه النهار اللي تزاج فيه. تجلس تبارك الله. تجي الارض. تبارك. عجبك الحال دابا خلاني ندري بلا غدا. هادشي كله خلاك بلا غدا. كول كول يلا يقدك نزيدك كسريه اخرى شنو. دابا ما كاين والو. الحقيقه قال طامو ما قصراتش، كانت باينه فيها راضيه على الطلاق. في الاول دارت راسها ماشي هنا، وملي قصحت معاها الهضره حنط الراس. مي عجبتيني فيها. اودي انا من النهار الاول خاطري كانت هربانه ليا من هاد الجواج، غير وكان الحاج الله يهديه وخلاص. قول الله يرحمه ويغفر ليه. كاين شي بو اللي باغي شي حاجه خايبه لبنتو. الله يرحمه ويوسع عليه. لكن واخا هكاك المكي، المكي اللي ما باغيش يدوز ليا، حيت المكي هو سبب هاد المشاكل. بقى يوسوس لبو وتابعوا لي لونار تقبل لي على التجويجه من ليلة العرس وحنا في المصايب. اتهاني كل شي ديال الله والمكتوب ما منه هروب. إيه دابا امي عاجبك هادشي طلع لينا من تحت راس المكي؟ المكي ما دار والو، الراجل باغي يفرح بولدو. الحق يتقال، كانوا طامعين بنسو بيتنا ولينين نصيب. حرام الرزق ما عندنا ما نديرو. حرام الرزق؟ حنا درك سايرين نسعاو فيهم ياك امي. دابا ما كلهم مزيانين وانا اللي ما تسواش. حاشا ولدي، شكون قالها؟ واتهامي تمالك كتحرف الهضره؟ انت دابا باغي تقولنا شي حاجه حنا ما قلناهاش ياك عايشه. الله يجازيك. غير انا وليدي. ليه منوض وليدي شرب صويبة ما حدها سخونة تقعد بيها وليدك. ما قدموا على شي حاجة حتى لينا وليدي غتبقى على هاد الحالة. تجي صح. شو حالتك كي ولات؟ شوف وليدي ما حدنا بالحياة انا وبوك حتى شي حاجة في الدنيا ما تخصك. انت تامر واللي بغيتيها ولدي نديروها. ها وليدي اسمعني الله يرضي عليك، طلقها. راه ألف وحدة تمناك يا بنات الدوار وغزالات كي نويويرات كي الوريضات. ألف وحدة تمناك مالك؟ مناش عيبك الله؟ غزال عين وحاجب وقلدة، انت غير حط عيني وانا وبوك نمشي ونجريو. ما بغيتها وحدة، انا بغيت غير زهرة. زهرة كنبغيها حتى وحده ما تجيب بلاصتها. واش غادي يديروا مع امها واختها اللي جاو طالبين الطلاق؟ اش بيني وبين امها واختها؟ واش انا مزوج بها هي ولا مزوج بختها؟ وزيدونا امي انا راه هو راجل في الدار خاصهم يتشاوروا معايا انا. يا وليدي يا وليدي حبيبي
انعل الشيطان وحضر الايمان. راه هاد الحاله فاش وليتي ما عجباني انا ما عجبابك. ايوا حشومه وليدي هادشي اللي كديريه الله يرضي عليك. صمت ليا وسمعني مزيان، راه النصيحه ما كاينش اللي يعطيها لك هاد الوقت. اليوم انا معاك وغدا الله اعلم اعمر بيد الله. خليها صيفطها ليهم يربحوا بيها وتبع كلام الناس الاولين. قال لك اللي غطاك بخيط غطيه بحيط. راك داوي يا امي وانا كنسمع لك، ولكن باش تقول لي طلقها ما مطلقهاش، واللي بغاو يديروا يديروا. شربوا البحر شربوا البحر. مامو انا جايه لمكي، انا جايه. سيري يا امي سيري، ما حاسينش بيا انا، ما عارفين والو. خنضل نقول ونبات نقول، زرر يا عقلي زرر يا روحي. تقول لي طلقها طلقها، كلمة طلقها عندكم سهلة نتوما. زرر كنبغي انا، ما نقدرش نفرط فيها. طلقها ما بطلقها قاو داوي. شيري ما كاين لا بونسوار لا والو. عرفتي شحال هذه في الساعه؟ كانت عندي شي خدمه كان خاصني ضروري نكملها. شنو هي هاد الخدمه اللي غادي تخليك تدخل دارك ديما معطل؟ واخا لالا بقى نجيك ديما بكري. يا هو الخدمه شكون غادي يكملها؟ جو سوي سيريوز افيك توا، هادشي ديالك راه ما بقاش كيعجبني. نسيت ما قلتلكش غادي نمشي لمراكش. مزيان سيدي، وعلاش هاد السفره لمراكش؟ عندي شي خدمه مع المسؤولين تما خاصني نكملها. اي بيان سور سي توجور الخدمه 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 اللي كتخليك تجي معطل. وفوقاش باغي تمشي؟ غدا ان شاء الله. غدا؟ تي سيريو؟ علاه شنو كاين؟ غدا؟ مي سا با با؟ واش عارف شنو كاين غدا؟ اشنو كاين؟ واخا سيدي نفكرك، غدا غادي نمشي لباريس وعندي الطياره مع 11 تاعي. ايوا ديزولي جي اوبليي. بيان سور عثمان راك وليتي كتنسى بزاف وكتنسى حوايج مهمه في حياتنا. وانت دابا نسى راسك، لا شومبر كوشي راه الفوق. شيري اطون شيري، شتي انا مخاصمه معاكم بجوج. ناري عميتو علاش؟ حيت ما كتبغيوش العروبيه وما كتبغيوش تجيو عندنا، ماشي بحال باباكم. بالعكس عميتو، انا عزيزه عليا امي الحاجه، كنبغي غير امتى نشوفها. حتى انا عزيز عليا بزاف عمي تهامي، ملي كنمشيو للعروبيه كيدينا للفيلاج وكنجلس انا وياه في القهوه ديال جدي الله يرحمه. الله يرحمه. بصراحه انا ما عنديش مع عمي التهام، ولكن عمي هشام عزيز عليا بزاف، كنت فاهم انا وياه. اها حد كيجيب لك لي كادو زوينين؟ لا ماشي على هكاك. علاش؟ حيت عمو هشام ظريف قلبه بيض عزيز عليه النشاط. شفتو النشاط؟ هو ملي غادي يديروا لي شي عرس فاعل تارك. شتي امي الحاجه حالفه لا دير له شي عرس ما دايش. اوه سعدت هاد المرة اللي غيتزوج بها عمي هشام، غادي يبرعها. غادي يكون كيبغيها ياك؟ ضروري، كاين شي مرة ما كيبغيهاش راجلها. سليمة واش تليفوني؟ تليفون ديالك. شوفي شوفي باقي لا خليتي في برا. سيري شوفي سيري. عميتو عميتو اجي نسولك، اجي بغيت نسولك. عميتو بغيت نسولك. سوليني كيما بغيتي الحبيبه. واخا واحد السؤال انتيم. قلت لك سوليني كيما بغيتي. واش حتى انتيا تزوجتي على حب؟
لك الشويطينة. راكي ما ساهلاش، راكي عفيريتها. لا كلام لا سلام، ياك لاباس. مالك كتعصر رجلي؟ كي صحتي شنو واقع؟ ما واقع والو. كيفاش ما واقع والو؟ حنا زعما خواتات. وعلاش جيتي بكري اليوم؟ جرى لي الباترون. كيف جرى لك الباترون؟ ناري يا صاحبتي ما تقوليهاش، وحنا هي وقفت على في سكرة. هذاك الشيء اللي فقسني وزاد طيحني الارض. ولد الحرام من فعيله، وعلاش جرى عليك؟ راك عارفه زين عاودت لك كل شيء. ما تقوليش لي عاود تسل عليك. هاد المرة زاد في ملي قلت لي فرقني عليك، انا راه مرة بعارة ديما نصلح ليك. قلت لي انا ماشي داك الشي ديال اللي كيدور ليك في الراس. قال لي اجمع حوايجك وخرجي على بر. صافي الله يلقيها لي في هاد النهار. وكلت علي الله، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. شنو نقول لك اختي فدوى؟ غير صبري الله يرضي عليك. قالك سيد النعام يلقاها يلقاها، والله تبارك وتعالى يمهل هيل ولا يهمل. لا مبرين سمح لي، لا دنيا ولا اخر. ما عرفاش هاد السعد عندي انا وياك. الرجال كلهم سكه وحده، وانا وياك تقولي خواتات. انت يا راجلك ما عيطت مسؤول؟ سيدي حررتي على حياتك. عيت ما نعيط في التليفونات، نسفت في البراوات، ما عرفوش بدل النمرة والنمرة. وليت كنحشم من ولاد الكرام. مني كتجي مديحة تدق في الباب ما كنلقى ما نقول ليها. والله العظيم اختي فدوى، كل لقى الارض تشق وتبلعني والله ما نكره. ماشي شنو نقول لك؟ غادي تنوضي تحيدي جلاتك وتمسحي دموعك. ربي ان شاء الله غيفرج. انا غنوض نوجد لك شي حاجه باش تعتقل لك. وسيدي عمر راني عطيتو الكوبتي ديالو. اصبر الله يطولك. غافش عيب، ويلي استغفر الله العظيم، غافش عيب. ها فين هو؟ فين انا؟ قلت لي شي حاجه عايشه؟ يا ويلي توليتي تحلم بالهار قهارو. لا غير واحد خاينة بينو بينو شي حساب دوخني. يا شكون اخويا هاد خاينة اللي مدوخك؟ واحد بنادم ولاو بينو وبين خوك التهامي شي محبه زايده. كيفاش وعلاش ما فهمتش. والتغجل اللي ضاربك ضاربك على خويا التهامي غحاضي. ما عرفتش شكون اللي حاضي الاخر. الله يخرج هاد العاقبه بخير وعلى خير. العاقبه؟ اش من عاقبه خويا في العاقبات؟ انا قلت شي عاقبه؟
انت وليتي تقولوا ما تعقلش. مش عيب، كوب الكاتاي نجيب لك شي رغيفات. كاين حد؟ خويا ومرتو في الخدمه، ولادهم في المدرسه. شنو باغي؟ مزيان ملي ما كاين حتى واحد. هذه هي الساعه الزوينه. انا مرضي في الدوار كيما كيقولوا الغالي، مرضي. شنو باغي؟ شمي زيرو ديالي. علاش مازال تابعني؟ زهره ما تعصبي ما والو. انا راه زهره الله يلا خدت النوار عجبها، كنت حاقرو هاد العراش اللي بقاو نديهم لبا المكي يغرسهم في الدوار. زيرو زيرو راك نسيتي وحيدة. شكون قريب؟ لا مديحه كي دايره؟ ربي يخليك زيد صافي زيد الخير، ما تبقاش في الباب زيد. شوفي الله يخليك، جيت غير على ديك الامانه ديال الكرا. واش نقول لك اختي؟ انا عارفه راسي مقفرها معاك، والله العظيم ما عارفين غنرد وجهي. ايوا شوفي، خاصك تعرفي هادوك الفلوس اللي كتعطيني منهم تنخلص المدرسه. واش الولد ملي يقول له المدير سير جيب الفلوس ويخرجوا من القسم يقول له امي مازال ما شدات فلوس الكرا؟ عندك الحق، عرفتي كون عرفتي حالتي والله حتى تعذريني. ايوا شنو المعمول؟ الراجل مشى على برا ونساني، الريال الاخر ما بقى كيصيفطوا ليا. شوفي الله يخليك، انا ما شغلي في الراجل، يمشي ولا يجلس، الفلوس ولا بس. واصبر عليا غير 5 ايام لاله مديحه، انا مزال. واش انت باغا تجلسي في هذا المحل بلا فلوس؟ ايوا لما قديتيش خرجي، راه ماشي الخيريه هادي. الله يخليك لاله مديحه، راني دويت معاك غير 5 ايام ويكون. شوفي من هنا اليومين انا راجع، ما كاين لا 5 ايام ولا 3 ايام، واش دير ليا الفلوس ولا بس؟ من هنا اليومين غادي نرجع، الفلوس. ايوا شوفي والله يخليك، واش دير ليا رزقي؟ صافي ايوا الله يعاون. باغا تاكليني واش دير ليا فلوسي؟ ايوا بالسلامه والله يعاون. من هنا اليومين هاني راجع. غادي تجي معاك عميتو وديرها شي بحال هادو. يلا جمعتهم ولحتهم دابا في الزبله. عميتو ياك ما قنطتي في الدار بوحدك؟ لا حبيبه، تسنط الراديو حتى ساله ومن بعد شعلت التلفازه. تفرجتي في المسلسل ياك؟ باش عرفتيها العفيريته. شتي انا ما كنفلت حتى حلقه فيه. ناري عميتو الله يعطيك الصحه، يرحم باك. وديري لنا شنو نديرو في الحلقه ديال اليوم؟ واش رودريغو تلاقى مع خطيبته؟ قولي لي عافاك الله يخليك. تقلاش انا نعاود لك. شتي هاد الافلام كيجيبو لنا ربي بحال اللي كيتسطاو علينا ملي كيديروهم لينا. وعلاش؟ سمع بدا المسلسل ديال الحلقه، بان لك رودريغو قطع الشانطي. نفس الشانطي قطع خطيبته ويتلاقاو. صبروا ويدوز كاميو طويل. تسناو في الكاميو حيد الكاميو.
هي مشات من طريق وما مشى من طريق. الصراحه والله تحسن زين ما تلاقاش. شكون سالا الفيلم؟ على ما كاينين شي مسلسلات المغربيه والافلام باش تفرجي فيهم. صراحه صراحه واخا ما تلاقاوش دابا من بعد غادي تلاقاو. عليكم على فريتات. اهلا 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 مرحبا بشيت الغالي. زينو انا جيت. مرحبا. بارك الله فيك يا زهر. نهار كبير هذا والله الا نهار كبير. الله يكبر وجهك. شي حيد عندك خفف خفف. والله يا ودي نهار كبير هذا السي الغالي. بارك الله فيك يا زهر. الله يسعدك ما تديش عليا. قول لي السي الغالي شي قهوه اتاي؟ اجي بهم كاملين راه عطشوني هنايا الناس ديال المدينه. هي الاولى. بارك الله فيك. النهار مرحبا بشي دغيا. هذا نهار كبير هذا. كنشم فيها ريحة زهرة. وشحال غدوزي فرنسا؟ سا ديبون على حسب شنو غيقول لي الطبيب. شفتي يا سمية كون كان عندي الوقت كون راني مشيت معاك. اوه عرفتي إلا درتي هادي يا سلمى جو دي با اون فوا باسي دي مومون اكستراوردينير. شهوتي فواحد المونطون ديال الفوغور شفتو عند واحد السيدة وما بغاش يتمحالي من الذاكرة. يقولي ليا كيفاش داير وملي يكون جاية نجيبولك معايا. خليك ليلي افيك بليزير حبيبة وساسخا مون كادو بوغ توا. لا راه نخلصو ليك. حشومة عليك. لا لا عرفتي علاش عاوتاني شهوتي فواحد الخاتم ديال الديامون. ديامون والله إلا فكرتيني فواحد الحاجة قضية. فاش فكرتك؟ شتي هادي شحال وانا تنقول غادي نجبد معاه ثمن واحد الموضوع. اها بغيت ندير اون بوتيك خاصه غير بلي ديامون. ولكن ماشي داك لي ديامون العاديين. داكشي ديال فان فينيبل. فان فينيبل بحال دائما عارفاك زيد كنت عارفه لي كليون ديالي كيفاش دايرين. اها كوم سا ما يبقاوش يحتاجوا يمشيو للخارج باش يشريو داكشي اللي خاصهم يدوجو عندي ديريكتومون. والله الا افكار ممتازه كطيح عليك. ايوا شتي تبارك الله عليك. ولكن عرفتي شكون اللي غنحتاج في هذا المشروع معايا؟ شكون؟ صاحبتي سلمى الحبيبه. انا عزيزه ربي يخليك ليها. اي بيان سور تو غات اون بون كوميسيون. نو ما بيناتناش يا حبيبتي. كيفاش ما بيناتناش؟ هذا راه البيزنس. لا 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 انت يا من الاول رافعه لي شعار بيزنس از بيزنس. بيان سور بيزنس از بيزنس. اهلا لاله سلمى. اهلا فاطمه كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس وصافي بخير. فين هاد الغيوب؟ غير مع الوقت وصافي. ايوا اش غادي ديري؟ قولي ليا كي دايرين شي دراري؟ لاباس بخير. لاباس الله يحفظك. راجلك لاباس عليك؟ لاباس ربي يخليك الحمد لله. ايوا كي بغيتي قهيوه بسكر ولا بلا سكر؟ بحال دائما كيفك كيف لاله سميه. واه هو بالسكر. واه يخليك فاطمه جاوبي في التليفون. اهلا بنتي اهلا. اش اخبارك لاباس عليك؟ بخير. عبا واخا واخا تسنى واحد شويه. ايوا بنتي غير خليها على الله راني في واحد الحاله يرضى لها. انا مزاوقه في كبه الا ما بعد لك من المشاكل وخليه عليك هذاك الصداع كامل وديها في راسك وتهلا في راسك. وين يعمل بالله بنتي؟ شوف ابا ها انت ويلا جاتك شي خبر على القهوه قولها ليا عندك ما اتصلتش بيا. خرني وصيت واحد السيد باش يجيب لي الخبر وهنا كنتسنى. واخ بسلامه. بالسلامه بنتي. بالسلامه تلقاها على خير. ميرسي بور سو كافي ديليسيو. الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. عرفتي هاد القهوه منين شريتها؟ منين شريتيها؟ شريتها يا لاله من ديك لابوتيك اللي في شانزليزي اللي مختصة في القهوة. سي دو بيغ ارابيكا. ايه كنعرف الذوق ديالك. ايوا ايوا شوفي صافي دابا قولي اتفقنا. صافي اتفقنا مارشي كوكلي ان بيزنس از بيزنس. يلا حبيبة نخليك معاك حبيبة. لا حبيبة دابا يدربك روح ولا شي حاجة. يلا بيانتو ما تغيبيش عليا. لا 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 يلا باي باي تشاو. فاطمة عافاك وجدتي معاك الكوتي الناجي. واخا لالا تي تسويت. علاش شنو غادير لنا فيه؟ صوبه بالبرو. وعرفتي شنو غتزيدينا؟
تزيدينا شي عديسه من شغال يديك. الله يا لالا سميام، ما تشهيتي غير العدس وديري فيها شويه القدي دعافه. واخا لالا شوفوا شنو واش خاصك شي حاجه. اجي بنت لي ثلاجه خاوي قال ما قلت لي. اه واش بالسلامه هو لا دو شرب تسدوا الباب راه بالريحه ديال الماكله والحلاوه. يا لالا الحلاوه خاصني ناكل فيها الجوع. فاش تحرق؟ اه ماما العزيزه صافا شيري الحمد لله عيطو الحمد لله كلشي بخير. انت عطلتي تال دابا لا بلو بيل مامون دو موند. جو سي جو سي. شوفي كي تيهضر معايا. اشوف انا نقول لك واحد الحاجه، راه هادي قرن غزاله ما يقل لا جدي لا جدك باش وليت طول منك. احترميني شي شويه دخل خرج ما كاين حتى شي مشكل. تبارك الله وصلى على النبي عليك. وعندك غير ملي تزاد عندك شي بامبينا تقول لك نجيب لي مخلوعه عليه تنسيه قلت لها هي. سمعي يا فاطمه وراه خلنا عليك بالله خالتي فاطمه، انت عندك جوج ديال البنيتات وليد. اييه حسنة ونوال ويونس. وشكون اللي عزيز عليك فيهم؟ حسنة ولا نوال ولا يونس؟ ما بيان سور عزازين عليها كلهم سي سي زونفون. ما ممكن ثلاثة شنو هي تجاوب الله يخليك. شوف ولدي نجيب بثلاثة كلهم كل واحد داير بلاصتو. وشوف يلاه ملي قالت خالتي فاطمة الحضرة وأنا كنتيق فيها تي على بيرميسيون على لا دابا لي زونفون وقتاش ما بغيتي وكيما بغيتي صافي. تيما تي فو كو سوا اون في و ان غارسون. واه ولا كان دريها كورة والكورة ومسائل إلا كانت ما تقرا مزيان شوف اللي ريحك أنت. وقول لي اللي جاب الله مزيان يلا ونسوفو بلوطاغ انا غناخد داكشي اللي خاصني ونزهق فحالي بزربة. نجيب هو نجيب. زيديني واحد الشيء والله يعطيك الستر. هي اللي على لالا سمية هي اللي ما تعاودش. ديري لنا تكتوكة صافي نوجدها لك في دقيقة. الو اهلا ابا شفت صوتك بحال مغير مالك؟